السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقياكم وأشكركم على دعمكم وعلى انضمامكم لقناتكم. إذا كنت أول مرة تشاهد قناتي فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك مني كل جديد. إذا في إطار الاستعداد للامتحان المهني لولوج مهن تفتيش، إذا سنقوم بتصحيح اختبار في الرياضيات، إذا بالنسبة للمعارف المرتبطة بالتعليم الابتدائي. إذا نتعرف على الأسئلة الوضعية الأولى ونقوم بتصحيحها وهكذا إلى أن نتمم الاختبار. إذا ليكن أو إي جي معلما متعامدا منظما، و أو إي كتساوي أو جي كتساوي 1 سنتيمتر. معادلة المستقيم د هي 1/2 إكغيك كتساوي أ إكس زائد بي. أ و بي عددان حقيقيان، إحداثيات النقطة أ0 2 و بي 3 4. حدد كلا من العددين أ و بي لكي يمر المستقيم د من النقطتين أ و بي. سؤال آخر، استنتج المعادلة الكاملة للمستقيم د. أنشئ المستقيم د في المعلم أو إي جي وحدد النقطتين أ و بي. حدد حسابيا إحداثيات نقطة سي التي تمثل تقاطع المستقيم د مع محور الأفاصيل، واحسب قيمة العددين أ و بي لكي يسير المستقيم د مارا من النقطة أ وموازيا لمحور الأفاصيل، احسب المسافة OB. يمر من ب. اذا غنعوضو اكس و ايغريك، عندنا 4/2 كنضربو 1/2 في 4 كتساوي لنا 4A زائد ب. اذا 4/2 كتساوي لنا بليطو اعتذر 3A زائد ب. 2 كتساوي لنا 3 في A زائد ب. 2 كتساوي لنا 3 في A، 2 كتساوي لنا 3 في A زائد 1 لان ب سبق خرجناها كتساوي لنا 1. اذا 2 ناقص 1 كتساوي لنا 3 A، 1 كتساوي 3 A، اذا A كتساوي 1/3، اذا ب كتساوي 1 و A كتساوي 1/3. اذا معادلة المستقيم د هي عندنا Y كتساوي لنا 1/3 إكس زائد 1، اذا غنضربو في 2، Y كتساوي لنا 2/3 إكس زائد 2. اذا هذه هي معادلة المستقيم، اذا كنجز انا تمرين بتمرين. اذا عندنا انشاء المستقيم د. اذا عندنا المعلم او اي جي، عندنا نقطتين الاحداثيات ديال النقطه ا و بي، والمستقيم يمر من ا و بي. كنلاحظوا بان نقطه تقاطع المستقيم د مع محور الافاصيل في النقطه السي. اذا الشكل هذا هو الشكل المحصل عليه. اذا احداثيه النقطه سي اللي كتمثل تقاطع المستقيم د مع محور الافاصيل، عندما يتقاطع د مع محور الافاصيل كيعني بان اي كتساوي لنا 0، اي ان 0 كيساوي لنا 2/3 إكس زائد 2، اي ان اكس كتساوي لنا 3 و ناقص 3 بليطو ناقص 3. ومن فان احداثيه النقطه سي شنو هي؟ هي ناقص 3 0. قيمة العددين أ و ب لكي يسير المستقيم د مار من نقطة أ وموازي لمحور الأفاصيل، يجب أن تكون إكغيك هي 2، لأن أي أنه مهما كانت قيمة إكس فإن إكغيك تبقى قادرة قارة في قيمة 2، وهذا لن يتأتى إلا إذا كان أ كيساوي لنا 0، ومنه فإن 2 كتساوي لنا 2 ب، بمعنى أن ب كيساوي لنا 1. دابا غنحسبوا المسافه او بي، غناخذوا المثلث او بي ام القائم الزاويه في ام،
كيمثل لنا أوبي هو الوتر، ومنه فإن أوبي أوكاري كتساوي لنا أو إم أوكاري زائد إم بي أوكاري. إذن كنطبقوا القاعدة، لدينا أوبي أوكاري كتساوي لنا 3 أوكاري زائد 4 أوكاري، أي أن أوبي أوكاري كتساوي لنا 9 زائد 16 كتساوي لنا 25، ومنه فإن أوبي كتساوي لنا 5 سنتيمتر. التمرين الثاني، أثناء نشاط موازي على شكل لعبة الغاز، أخبر ثلاثة متعلمين علي، أحمد وهداية زميلا لهم على النقاط التي حصلوا عليها في أحد الفصول على الشكل التالي، فروض على الشكل التالي: النقطة التي حصل عليها علي تفوق تلك التي حصل عليها أحمد بنقطتين، ونقطة هداية تفوق تلك التي حصل عليها أحمد بثلاثة نقاط، وأن مجموع كل من ضعف نقطة أحمد ونقطة علي ونقطة هداية كيساوي المضاعف المضاعف المشترك الأصغر للعددين 7 و9. إذا حول معطيات اللغز إلى معادلة رياضية بمجهول واحد. إذا تذكر أو تذكرين ما يمثله، أحسب كل من نقطة أحمد، نقطة علي ونقطة هداية في هذا الفرض، على اعتبار أن المتعلمين الثلاثة يشكلون مجموعة، أحسب معدل المجموعة في هذا الفرض مقربا بإفراد ثم بتفريط إلى 0.01. إذا ننتقل إلى الإجابة. إذا لتحويل معطيات اللغز إلى معادلة رياضية، كنعتبر إكس هي كتمثل نقطة أحمد، إذا نقطة علي هي إكس زائد جوج، ونقطة هداية هي إكس زائد جوج زائد ثلاثة، وبذلك كنحصل على المعادلة التالية: جوج إكس زائد إكس زائد جوج زائد إكس زائد جوج زائد 3 كتساوي لنا 63، أي أن 4x زائد 7 كتساوي 63. إذن هنا كنقوم بالنشر وكنحصلوا على 4x زائد 7 كتساوي 63. إذن كنحسب كل من نقطة أحمد ونقطة علي ونقطة هداية في هذا الفرض. إذن 4x زائد 7 كتساوي لنا 63، دونك عندي هنايا 4x كتساوي لنا 63 ناقص 7 كتساوي لنا 56. إذن بار سويت لأن إكس كتساوي لنا 14 ملي كنحسبوها، نقطة علي هي 14، نقطة أحمد هي 16، ونقطة هداية هي 19. على اعتبار المتعلمين الثلاثة يشكلون مجموعة، كنحسبوا معدل المجموعة في هذا الفرض مقربا بتفريض لا 0.01، والقيمة المقربة للمعدل إلى 0.01 بالإفراط هي 16.34، والقيمة المقربة للمعدل إلى 0.01 بتفريط هي 16.32. إذا التمرين رقم 3، لنعتبر الشكل الهندسي قبالته، أنت كتشوف الشكل الهندسي، أتميم ملء الجدول، مجموع قياسات زاوية مثلث مثلث كيساوي كم؟ قياس الزاوية المستقيمية كيساوي كم؟ أحسب مجموع قياس الزوايا التالية A B C D E F G. إذن مجموع قياس الزاوية المثلث دائما هي 180 درجة، وبالنسبة للزاوية المستقيمية فهي كتساوي 180 درجة. إذن لدينا الرباعي أو ABC، مجموع قياس الزوايا كيساوي لنا 360 درجة، بمعنى أن A زائد B زائد C زائد X كيساوي لنا 360 درجة. مجموع زوايا المثلث FGO كيساوي لنا 180، بمعنى أن E زائد F زائد جي كيساوي لنا 180 درجة. مجموع زوايا المثلث او او دي كيساوي لنا 180، بمعنى ان الزاوية او زائد دي زائد اي كيساوي لنا 180 درجة. اذا من 1 و 2 و 3 كنحصلوا على ان الزاوية ا زائد بي زائد سي زائد اف زائد جي دي زائد او زائد الى اخره اكس زائد زي زائد اي كتساوي لنا 720 درجة. ولدينا ايضا الزاوية اي و اكس وزيد كتساوي لنا نصف قياس الزوايا
المثلثيه، اي ان 360 كنقسموها على جوج على اعتبار ان كل من الزوايا الثلاث تقابل مثيلتها بالراس وهي متقيسه، يعني الزوايا متقابله بالراس كتكون متقيسه. منو كنحصلوا على ان المجموع ديالهم هي 380 كنقسموها على جوج هي 180 درجه. منو كنستنتجوا بان مجموع الزوايا ال A B C D E F G هي 720 درجة، كنقصوا منها 180 هي 540 درجة. إذا قطعة معدنية على شكل موشور قائم ثلاثي القاعدة تتكون من ثلاث معادن، الحديد بنسبة 30% والنحاس بنسبة 45% والألمنيوم بنسبة 20% ونسبة 5% من الشوائب. علما أن قياس كتلة القطعة المعدنية هي 10 كيلوغرام، وأن الكتلة الحجمية لكل من الحديد هي 7.85 غرام بار سنتيمتر مكعب، والنحاس هي 8.98 غرام بار سنتيمتر مكعب، والألمنيوم هي 2.7 غرام بار سنتيمتر مكعب. احسب قياس كتلة كل من الحديد والنحاس والألمنيوم والشوائب في هذه القطعة، واحسب قياس حجم كل من الحديد والنحاس والألمنيوم في هذه القطعة. حدد حجم القطعة المعدنية بالسنتيمتر مكعب، علما أن حجم الشوائب في هذه القطعة هو 80 سنتيمتر مكعب. هل يمكن تحديد الكتلة الحجمية لهذه القطعة المعدنية؟ إذا كان جوابك نعم، احسب الكتلة الحجمية لهذه القطعة، وإن كان جوابك لا فعلله. يمثل المثلث التالي قائم الزاوية في A قاعدته هذه القطعة المعدنية، احسب ارتفاع هذه القطعة المعدنية بالسنتيمتر. إذا قطعة معدنية على شكل موشور قائم ثلاثي القاعدة كتكون من ثلاثة ديال المعادن، الحديد بنسبة 30% والنحاس بنسبة 45% والألمنيوم بنسبة 20% مع 5% من الشوائب. علما أن قياس كتلة القطعة المعدنية هو 10 كيلوغرام، والكتلة الحجمية لكل من الحديد هي 7.85 غرام بار سنتيمتر مكعب، والنحاس هي 8.98 غرام بار سنتيمتر مكعب، والألمنيوم 2.7 غرام بار سنتيمتر مكعب. احسب قياس كتلة كل من الحديد. اذا قياس كتلة الحديد هنا هي كنخبطوا 10 كيلوغرام وكنضربوها في 30 مقسومة على 100 كتعطينا 3 كيلوغرام. قياس كتلة النحاس هي عندنا 10 كيلوغرام في 45 مقسومة على 100 كتعطينا 4.5 كيلوغرام. بالنسبة لقياس الألمنيوم بنفس الطريقة، 10 كيلوغرام مضروبة في 20 مقسومة على 100 كتعطينا 2 كيلوغرام. قياس كتلة الشوائب هي 10 كيلوغرام مضروبة في 5 مقسومة على 100 كتعطينا 0.5 كيلوغرام. إذا غنحسبوا قياس حجم كل من الحديد والنحاس والألمنيوم والشوائب في هذه القطعة. عندنا حجم الحديد هو 3000 غرام مقسومة على 7.87 غرام بار سنتيمتر مكعب كتعطينا 381.19 سنتيمتر مكعب. إذا قياس حجم النحاس هو 4500 غرام كنقسموها على 8.98 كتعطينا 501.11 سنتيمتر مكعب. حجم الألمنيوم كنقبطو 2000 غرام كنقسموه على 2.7 غرام بار سنتيمتر مكعب كتعطينا 740.74 سنتيمتر مكعب. ملحوظة، إذا قام المترشح بكتابة الصياغ الصحيحة لحساب قياس الكتلة أو الحجم وكانت النتيجة تخالف العملية الصحيحة بهامش بسيط أجزاء المئات أو الأعشار، يمكن منحه نصف النقطة عن كل سؤال. بالنسبة حدد حجم القطعة المعدنية بالسنتيمتر مكعب، علما أن حجم الشوائب في هذه القطعة هو 80 سنتيمتر مكعب. حجم القطعة هو مجموع ديال الحجوم ديال المعادن المشكلة لها بالإضافة لحجم الشوائب، بمعنى أن 381.19 زائد 501.11 زائد 740.74 زائد 80 سنتيمتر مكعب كتعطينا 1703.04 سنتيمتر مكعب. إذا هل يمكن تحديد الكتلة الحجمية لهذه القطعة المعدنية؟ الجواب لا، لأنها لا تتكون من مادة خالصة.
يمثل المثلث القائم الزاوية في أ قبالته قاعدة هذه القطعة المعدنية. إذا غنحسبوا ارتفاع هذه القطعة المعدنية بالسنتيمتر. أولا حجم المشور القائم هو جداء مساحة القاعدة في الارتفاع، يعني أن الارتفاع كيساوي لنا الحجم المقسوم على مساحة القاعدة، بمعنى أن مساحة القاعدة هي مساحة المثلث والتي كتساوي لنا جوش في مقسومة على جوج كتعطينا 6 سنتيمتر مربع. من هنا كنستنتج بأن ارتفاع القطعة هو 1703.04 سنتيمتر مكعب، 6 سنتيمتر مقسومة على 6 سنتيمتر مربع، بمعنى كتساوي لنا 283.84 سنتيمتر. هذا هو ارتفاع القطعة. إذن أ كتساوي لنا 5 ناقص 3 على 5 في 2 ناقص 1 على 3 مقسومة على 1 على 4 في 6 زائد 4 على 3. إذن ب كتساوي لنا 4 أس 7 في 4 أس 3 في 16 أس ناقص 1، الكل مقسوم على 12 أس 2 في 3 ناقص أس ناقص 1 في 4 أس 3. إذن غنشوفوا الطريقة الإجابة. اذا كنعتذر على الطريقه ديال الكتابه حيت كنجاوب بسرعه في ورقه الوسخ. اذا اعدي كتساوي لنا 5 ناقص 3 على 5 الكل في 2 ناقص في 1 على 3 مقسومه على 1 على 4 في 6 زائد 4 على 3. هنا شنو كندير؟ كنحسب كل طرفين بوحدهم، يعني كندير عمليه المعتاده اللي كتعرفوا ديال القصور. 5 ناقص 3 على 5 في 6 ناقص 1 على 3 عملت هنا ب3، على 1 على 4 ودعملت هنايا 18 زائد 4 على 3. حسبت عاوتاني البسط بوحدو، 5 ناقص 3 على 5 في 5 على 3، على 1 على 4 في 22 على 3. كما كتلاحظوا 15 على 15 كتعطينا 1، جاتنا 5 ناقص 15 على 15 الكل على 22 على 12، يعني حسبتهم كتساوي لي 5 ناقص 1 على 22 على 12 كتساوي لي 4 على 22 على 12. إذا هنا كنضرب في مقلوب الكسر. إذا كتساوي لي كندير 4 في 12 على 22 كتساوي لي 48 على 22، كندير عملية الاختزال كنقسم على 2 كتعطيني 24 على 11. إذا وكنأطر الخارج اللي غيخرج ليا هو 24 على 11. بالنسبة لبي 4 أس 7 في 4 أس 3 في 16 أس ناقص 1 مقسومة على 12 أس 2 في 3 ناقص 1 في 4 أس 3. إذا هنايا القوى، طريقة القوى، إذا راه المجموع كيساوي ليا 1. دونك فاكتوريز لي دو زيكسبرسيون، 3 إكس بلوس 10 بلوس 3 إكس أو كاري موان 1 بلوس 4 إكس أو كاري plus 4x plus 2x au carré moins x. Ou B, 6x au carré plus 6 racine de x moins 6 plus 3x au carré plus 8. Donc la réponse doit être A est égal 3x plus 10 plus 3x au carré moins 1 plus 4x au carré plus 4x plus 2x au carré moins x est égal 9x au carré plus 2 fois 3x plus 3 au carré est égal 3x plus 3 facteur 3x plus 3. Donc pour B, 6x au carré plus 6x racine 2x moins 6 plus 3x au carré plus 8 est égal 9x au carré moins 2 fois 3 fois racine de 2, x plus racine de 2 au carré est égal 3x moins racine de 2 facteur 3x moins racine de 2. Donc, pour la question 7, on considère le rectangle ABCDE. Donc, on a le point N représente le milieu du côté DC et M est un point du côté AB. Sachant que les surfaces du triangle AMD, MBG, BCN sont respectivement 9 cm au carré, 17 cm au carré, 20 cm au carré. Calculer la surface en décimètres au carré du rectangle non convexe DMGBN.
Donc, on considère le rectangle ABCD. Donc, on a le point N représente le milieu du côté DC et M c'est un point du côté AB, sachant que les surfaces des triangles AMD, MBG, BCN sont respectivement 9 cm au carré, 17 cm au carré et 20 cm au carré. Donc, calculer la surface en D. 10 cm au carré du pentagone non convexe DMGBN. Donc les deux triangles DBN et NBC ont la même surface puisque N est le milieu du DC. Donc DN est égal NC. En plus, les deux triangles ont la même hauteur BC. Donc la surface DN fois BC sur 2 est égal 20 cm au carré. Étant donné que le triangle ACB d'une surface 40 cm au carré représente la demi-surface de rectangle ABCDE. Donc la surface de triangle ABCD est égale à 40 cm au carré. Donc on peut donc calculer facilement la surface du triangle DMG. Donc la surface c'est 40 cm au carré. Donc moins 9 cm au carré plus 17 cm au carré est égal 40 moins 26 est égal 40, 14, je m'excuse, 14 cm au carré est égal 0,14 décimètres au carré. Donc la surface de pentagone non converse de DMGBN est 0,14 décimètres au carré plus 0,2 décimètres au carré est égal 0,34 décimètres au carré. Donc, هنا كينتهي لا فيديو ديالنا. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم وكنتمنى النجاح والتوفيق للجميع. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللي عنده أي سؤال يكتبوا لي في خانة التعليقات.